عربه بن سانداون، الام عواصف بنت كيزي زمزم، الملك السبيح رميحات، مدربين الصبلات الاسمر قياده لمحمد النادر. يلا حبايبنا الفرسان الخيل جاهزه، ظهورها ظهورها يا ابويا ظهورها. الأسرار معزن نور وسالم العطاطرة، أبو سليم من الصبلات، أحمد المنصور أبو منصور. ينطلق الآن بعملية الإحماء متجه إلى نقطة الانطلاق. ابن الفحل الفريق مبين وبنت الفاتن الملك أبو الرشيد من الناصرة، مدربين كما ذكرنا الصبلات أبو منصور، القيادة لزنور محمد النادر مع صقر العرب. ابن سانداون عواصف بنت كيزي زمزم، مالك صبيح رميحات، المدربين الصبلات الاصفر قياده لابو النادر. اياس ابو جبل على صوت كحيل الليل بن نجم الليل للمالك احمد ابو جبل، مدربين الصبلات ال ابو جبل قياده للند العنيد اياس ابو جبل. ما شاء الله تبارك الله. الى بقيه الفرسان استعجلوا. عمر الحسون على صهوة شواش بن بارك عبيان وياسمين السايمون، الملك أسد سواعد، المدرب وسيم سواعد، القيادة لأبو الحسون عمر. عمالك عمالك عمالك. زلزال الهيال بن مكيد الهيال لأميسة للملك المدرب محمد حسن، سيكون بقيادة الخيال مالك سواعد، لكن عملية الإحماء لأحد مدربيه. سابع وفعلا اخواني ينطلق الشوط الثالث 2020 في الثالثة على بركة الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. انطلاق موفق لزعيم الاسرار مع زنور. ما شاء الله تبارك الله. الخيول بالمراحل الاولى من السباق، الخيول بالمراحل الاولى من السباق. يا سلام، من هو شواش معمر الحسون متصدر هذا الشوط، زعيم الاسرار بالمراتب الثانية مع الخيال زنور. يا سمو جبل مع كحيل الليل بالمراتب الثانية يتقدم نحو المراتب الثانية. ما شاء الله تبارك الله. الخيول ما بين المنعطفين، الخيول ما بين المنعطفين، ثلاثية جميلة ورائعة. الخيول بقبال دخولها الخط المستقيم، زعيم الأسرار مع زنور الآن متصدر هذا الشوط. الخيول كما ذكرنا دخلت الخط المستقيم. هيا سابو جبل مع كحيل الليل يندفع نحو المراتب الأولى. يا سلام يا سلام، شواش وكحيل الليل، شواش وكحيل الليل، بل هو كحيل الليل مع ياسر جبل. كحيل الليل بالمرتبة الأولى، شواش بالمرتبة الثانية، زعيم الأسرار بالمرتبة الثالثة، رغم الانطلاقة الغير موفقة لكحيل الليل، إلا أنه أصر على أن يكون بطل لهذا الشوط مع الخيال الكبير ياس أبو جبل. ما شاء الله تبارك الله. بطل هذا الشوط كحيل الليل بن نجم الليل للمالك احمد ابو جبل، مدربين الصبلات ابو جبل، والقيادة طبعا لاياس ابو جبل بطل هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله. ابو العدان يتوج كؤوس هذا الشوط للبطل هذا الشوط كحيل الليل. وين التصفيق لكحيل الليل لاحمد ابو جبل ابو العاطف، لاياس ابو جبل ايضا ابو العاطف. ما شاء الله تبارك الله. كحيل الليل انطلق رابعا حل اولا كيف لا، وعلى صهوتك اياس ابو جبل الفذ الند العنيد. ما شاء الله تبارك الله. كحيل مبروك ابو العاطف.
شواش صاحب المرتبة الثانية في هذا الشوط مع الخيال عمر الحسون مع بيان وياسمين السليمان للملك أسد سواعد مدرب وسيم سواعد القيادة لعمر الحسون. مبروك حبايبنا أسد سواعد ووسيم سواعد ملاك ومدربين أيضا لعمر الحسون. مبروك لشواش ما شاء الله تبارك الله وصلى على سيدنا محمد جاهزية الأمهار. مرتبة الثالثة لزعيم الأسرار بن المبين وبنت الفانتوم لملك أبو الرشيد من الناصرة مدربين صبلات عبد المنصور. نخص بالذكر طبعا سالم العطاطرة والسليم يعطيك العافية حبيبي ما شاء الله تبارك الله. مبروك لزعيم الأسرار أبو الرشيد من الناصرة أيضا وصلى على سيدنا محمد.